المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذا اليوم عندنا آخر درس في هذا الكتاب، ومن بعد منه غادي يجي الدعم ديال الدرسين 47 48. الدرس 47 ما غاديش نديروه، انت نقزناه، غادي نمشيو مباشرة للدرس 48 حول المسائل. إذا ومن بعد منه غادي يجي الدعم، وغادي تنتهي، وغادي ننهيو هذا الكتاب بداية من السنة اليوم، ونكون قد أنهيناه وهو متواجد في القناة بجميع الصفحات وجميع الدروس وجميع الدعم المتوفر في هذا الكتاب. إذا ننتقل إلى الصفحة 134، حل المسائل. إذا الأهداف: حل مسألة بكيفية منظمة، صياغة نصوص مسائل. إذا التمرين الأول: اقرأ النص بإمعان ثم أتمم الرسم بعد إنجاز كل العمليات اللازمة في مسودتك. غادر ممثل تجاري مدينة الدار البيضاء على الساعة 6 صباحا قاصدا مدينة بني ملال التي تبعد عن الدار البيضاء ب200 كيلومتر. وفي المساء رجع إلى بيته بعد أن زار بعض الزبناء بمدينة مراكش التي تبعد عن البيضاء ب240 كيلومتر. إذا هنا لاحظ، ها البيضاء، هذه مدينة البيضاء. إذا عندنا هنا 200 كيلومتر، وعندنا هنا 240 كيلومتر. شكون اللي غادي تكون هنا في هادو؟ مدينة مراكش. شكون اللي غادي تكون مدينة بني ملال؟ هذه غتكون مدينة مراكش وهذه بني ملال، لأن المسافة بين بني ملال أقصر. إذا هنا غتكون بني ملال وهنا غتكون مراكش. إذا غادي نشوفوا السؤال: احسب المسافة الفاصلة بين بني ملال ومراكش، علما أن الممثل التجاري قطع ما مجموعه 610 كيلومتر. إذا غادي نمثلوا هذا الشيء ومن بعد غادي نحسبوا. إذا صافي، دابا فهمنا علاش هنا هذه مدينة مراكش وهذيك بني ملال، وهذه بني ملال. إذا هنا بالكيلومتر شحال غتجي المسافة؟ إذا هنا 200 كيلومتر هي المسافة الفاصلة بين بني ملال وبين الدار البيضاء، وبين مراكش والدار البيضاء 240. هنا السؤال، هنا هذا هو السؤال المطروح. إذا هنا شنو كيعلمونا في هذه المسألة؟ كيوريونا كيفاش إلا بغينا نشيماتيزيو المسألة، كيفاش المسألة مثلا تخيل كون ما كانش هذا. المسألة كتكون شوية صعيبة أنها تفككها، ولكن فاش كتمثلها كتولي أسهل. أنا دائما كان فاش كنجي نحل المسائل كنذكر بهذه القضية ديال المسألة، دائما يجب تمثيلها باش كنتحكموا فيها وكنسيطروا عليها. دابا غادي نطرحوا السؤال، نجاوبوا على السؤال. إذا المسافة الفاصلة بين مراكش وبني ملال، إذا هنا عندنا المسافة، إذا الممثل التجاري انطلق من الدار البيضاء على الساعة 6 صباحا ومشى لبني ملال، ثم مشى لمراكش، ومن بعد مراكش رجع للدار البيضاء. إذا واش الوقت هنا مهم؟ الوقت ما عنده حتى علاقة. إذا هنا بعض المعطيات ما عندها حتى علاقة، مثلا 6 صباحا وفي المساء 6 صباحا، إذا ما عندها حتى علاقة. إذا هنا كنسميوها لي دوني بارازيت، هادو كيتسموا لي دوني بارازيت، يعني معطيات كتبرزط. إذا هنا كتسمى معطيات زائدة، ولهذا خصنا نعرفوا نختاروا المعطيات اللي غادي نحتاجوا في حل التمرين. إذا كيفاش غادي نحلوا التمرين؟ إذا المسافة الفاصلة بين مراكش وبني ملال هي إذا هي المسافة الكلية اللي قطعها الممثل التجاري، اللي هي 610 ديال الكيلومتر، وغادي نقسم منها مجموع المسافتين بين الدار البيضاء وحلي المحيط المثلث. هي المسافة هذه هي المحيط المثلث، غادي نحيدو منه ضلع.
غادي نحيدو منه جوج اضلاع وغيبقى لنا الضلع الثالث. هكا خصنا نفهموها. اذا عندنا المسافه بين بني ملال والدار البيضاء 200 وبين مراكش والدار البيضاء 240. اذا غادي نديرو عمليه حسابيه ونشوفو شحال غتعطينا. اذا عندنا هي 610 كيلومتر ناقص 440 كيلومتر. اذا النتيجه شحال؟ اذا هي 170 كيلومتر. دابا المسافه هذه ولات عندنا معروفه. اذا 170 كيلومتر راه كاين الكيلومتر. اذا 170. اذا هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. ننتقل الى التمرين 2. تبلغ المساحة الكلية للحقل الممثل في الشكل 1.2 هكتار كلية مستطيلا ومثلثا. احسب محيط الجزء المستطيل من هذا الشكل. إذا بغينا المحيط نتاع المثلث، علما أن مساحة الجزء المثلث هي 30 آر. إذن هذا سؤال وتمرين في غاية الأهمية. إذن أولا هنا استعملوا الوحدات الزراعية، هذه كتسمى الوحدات الزراعية. إذن هنا يا أول حاجة غادي نحولوا الوحدات الزراعية وغادي نمشيو للمتر، نحول كل شيء إلى المتر والمتر مربع. ان المساحه ديال الار انها ثانيه ان المتر. اذا هذا ارتفاع المثلث. اذا هنا كيفاش غادي نحلوا التمرين؟ اذا اول حاجه غادي ناخذوا المساحه ديال الكليه وغنقصوا منها المساحه ديال المثلث. شنو غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا المساحه في المستطيل، ولكن حنا سولونا على المحيط. اذا باش حنا غادي نلقاو المحيط ما عندنا لا طول ولا عرض، عندنا غير المساحه. اذا شنو خصنا؟ خصنا العرض. باش غادي نلقاو العرض عندنا المساحه ديال المثلث. اذا المساحه ديال المثلث غادي نلقاو منها القاعده، لان كنعرفوا بان مساحه المثلث هي القاعده في الارتفاع على جوج. غادي نلقاو القاعده. ان فوا غادي نلقاو القاعده عندنا المساحه ديال المستطيل، غادي نوليو نلقاو الطول. وغير غادي نلقاو الطول غادي نحسبوا المحيط. حتي التمرين كيداير تمرين في غايه الاهميه. اذا اول حاجه نقوم بالتحويل. اذا التحويل هو اول عمليه. اذا التحويل ومن بعد غادي اذا غنجيبوا الجدول ديال التحويلات. اذا عندنا 1.2 هكتار، 1.2 هكتار. اذا هذه هي 1.2 هكتار. هنا بلا ما نديروا الفاصله غادي نحولوها لمتر مربع. اذا كتعطينا 12000 متر مربع. اذا 1.2 هكتار كتساوي 12000 متر مربع. هذه دابا المساحه ديال الحقل كله. دابا غنحولوا المساحه ديال الجزء المثلث 30 آر. 30 آر كم تساوي بالمتر مربع؟ اذا 30 آر اذا كتساوي 3000 متر مربع. هذا بالنسبه للتحويل. دابا غادي نحسبوا المساحه ديال اش ديال اولا نحددوا. دابا عندنا جوج اختيارات، اما نحسبوا المساحه ديال المستطيل. اذا مساحه المستطيل تساوي مساحه المستطيل غادي تساوي هي مساحه الكليه يا ناقص مساحه المثلث. اذا 12000 غادي نقصوا منها 3000 والنتيجه باش بالمتر مربع. إذا 12000 ناقص 3000 إذا عطاتنا 9000. إذا 9000 متر مربع. إذا دابا المساحة ديال هذا المستطيل هي 2000 هي 9000 متر مربع. دابا حنا باش نحسبوا الضلع نحسبوا المحيط خصنا الأضلاع، خصنا العرض وخصنا الارتفاع. منين غادي نجيبوا العرض المستطيل؟ العرض المستطيل غادي نجيبوه من مساحه المثلث، والطول ديال المستطيل غادي نجيبوه من مساحه المستطيل. وغادي ديك الساعه غادي نكونوا قادرين اننا نحسبوا
المحيط. إذن دابا العملية الموالية هي عرض المستطيل. إذن شنو غادي نديرو؟ حنا شنو كنعرفو بأن مساحة المثلث شنو كتساوي القاعدة في الارتفاع على جوج. القاعدة ديال هذا المثلث هي العرض ديال المستطيل. إذن عليها كنقلب. إذن نبحثو على قاعدة المثلث ارتفاع عندنا 80. إذن دابا إلا بغينا القاعدة اللي هي عرض المستطيل شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي جوج مضروبة في مساحة المثلث مقسومة على الارتفاع. هادشي اللي غادي نديرو دابا هنا. إذن عرض المستطيل غادي يكون هو إذن غنسميوه بتيتيل ال بتيتيل، ومن بعد غنحسبو كرون تيل. بتيتيل غادي تكون كتساوي إذن جوج مضروبة في مساحة المثلث مقسومة على اش اللي هو 80. إذن نديرو عملية حسابية. إذن جوج ومساحة المثلث عندنا هي 30 ار، يعني 3000 متر مربع. إذن 3000 مقسومة على 80. إذن جوج في 3000 على 80 مقسومة على 80، إذن 75. إذن ال صغيرة كتساوي 75 متر. متر دابا عرض دابا طول طول المستطيل. إذن باش نلقاو طول المستطيل عندنا شنو عندنا؟ عندنا مساحة المستطيل. إذن مساحة المستطيل اس شنو كتساوي؟ هي الطول في العرض. إلا بغينا الطول ال كبيرة غتساوي مساحة المستطيل مقسومة على ال صغيرة. مساحة المستطيل عندنا هي 9000، حسبناها وغادي نقسموها على 75 على 75. إذن ال كبيرة غادي تساوي 9000 مساحة المستطيل مقسومة على 75. إذن 120. هذا تمرين خطير، هذا تمرين صراحة مستوى متقدم جدا، مسألة في غاية يعني صعيب صراحة على المتلمذين مستوى الخمس، ولكن مزيان مفيد. إذن هنا دابا حنا لقينا ال ولقينا دابا نقدروا نحسبوا محيط محيط الجزء المستطيل. إذن محيط الجزء المستطيل هو إذن حنا كنعرفوا المستطيل. إذن بي شنو غادي يساوي؟ ال كبيرة زائد ال صغيرة في 2. إذن يعني 120 زائد 75 في 2. إذن النتيجة شحال؟ إذن كتعطينا 270. إذن 200 لا غلط، عاود 120 زائد 75. إذن كتعطي 195. 120 زائد 75 195. أنا مكنبغيش ندير عملية ذهنية لأن شي مرات كنرتكب بعض الأخطاء، ولهذا كنفضل نديروها. إذن 195 متر هو المحيط ديال المستطيل. إذن ننتقلوا إلى التمرين 3. هنايا هذا الطول زائد العرض. إذن إلا ضربنا في جوج، نعم صحيح. إذن إلا ضربنا في جوج غادي تعطينا 270. إذن نعتذر 270، نعم 195 إلا ضربناها في جوج إذن كتعطينا 270. إذن 270 متر هو إذن ننتقل إلى التمرين 3. حنا اللي كيهمنا بعض المرات كنرتكبو بعض الأخطاء ديال التطبيق العددي، ولكن ماشي هو المهم بزاف في الرياضيات. الرياضيات الأهم هي الطريقة. أنا كنركز على الطريقة وكنركز على كيفاش نوصل التلميذ أنه يفهم، هذا هو اللي كنركز عليه كتير. أما بعض الأخطاء هكا ديال الفاصلة ديال كدا، هاد الشيء أنا كنرتكبو وكنعترفو به، ماشي مشكل. إذن كنحاولو نتفاداو، ماشي كنحاولو نديرو، لأن باش ما ترتكبش أخطاء خصك تركز لو ماكسيموم، خصك تركز أكبر ما يمكن. وباش تركز شي خطرة ساعة ونص ساعة راه ماشي ساهل. إذن قرارات تعاونية مدرسية تنظيم رحلة
إلى إحدى المدن الأثرية على متن حافلة تقل 48 راكبا. إذن يؤدي كل منهم 37.50 درهما. وفي يوم الرحلة فوجئ صاحب الحافلة بأن هناك بعض المتغيبين، فاضطر إلى زيادة 12.5 درهم في ثمن التذكرة. وحسب عدد الركاب المتغيبين عن الرحلة. حتى هذه مسألة في غاية الأهمية. إذن في هذه المسألة نفهموا المسألة. إذن أول حاجة غادي نلقاو عدد الركاب الحاضرين في اليوم الثاني. إذن نفهموا المسألة بعد. إذن أولا عندنا قبل اليوم ديال اليوم الثاني، وعندنا بعد. إذن قبل كان عدد الركاب 48، عدد الركاب كان 48. نعم. ومن بعد صباح عدد الركاب هو اللي غنقلبوا عليه، اللي حضروا النهار الثاني. دونك عدد الركاب إذن هنا، إذن شحال كان ثمن التذكرة؟ ثمن التذكرة لا ماشي بهاد الطريقة، هذه نديروها قبل. إذن قبل بعد. إذن قبل ثمن التذكرة شحال كان؟ ثمن التذكرة ثم عدد الركاب. إذن ثمن التذكرة شحال كان في قبل يعني النهار الأول شحال كان تحدد؟ كانت تحدد 37.5 درهم. نعم. ولكن من بعد مول الحافلة مني غابوا شي وحدين زاد 12 درهم ونص. إذا شحال ولا؟ 37.5 زائد 12.5 كتساوي 50 درهم. إذا هذا ثمن التذكرة نهار الثاني فاش بغاو يمشيو، هذا ثمن التذكرة نهار قبل ما يمشيو. دابا شحال كان عدد الركاب في البداية؟ 48. ولكن من بعد ما عرفناش، هذا هو السؤال، شحال من بعد الصباح عدد الركاب؟ باش غادي نعرفوا، غادي نعرفوا المدخول ديال مول المدخول. اذا المدخول ديالو شنو غادي يكون؟ لو كان حضر كلشي، لو كان حضر كلشي شحال غادي يكون؟ غادي يكون هو 37.5 في 48. اذا نديروا عمليه حسابيه. اذا 37.5 مضروبه في 48، إذن 1800 درهم. إذن 1800 درهم هو دابا شنو كيقول؟ كيقول نهار أنا خصني ندخل 1800 درهم. داكشي علاش زاد النهار الثاني؟ زاد على الركاب، داكشي اللي غابوا، هذوك اللي غابوا تزادوا على الحاضرين وزاد عليهم 12.5. إذن دابا باش نلقاو حنايا عدد الركاب شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو عدد الركاب. إذن غنجيو هنايا غنقول عدد الركاب شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي 1800 درهم اللي هو المدخول نتاع صاحب الحافلة، غادي نقسموه على 50 على ثمن التذكير، على ثمن التذكير. وغادي نشوفو شحال غادي، حيت كل واحد فيهم غيخلص 50، غنشوفو شحال عدد. إذا نديرو عملية حسابية ونشوفو عدد الركاب النهار الثاني مقسومة على 50. إذا 36. إذا النهار الثاني حضروا 36. إذا شحال غابوا؟ غابوا 12. عدد الغائبين غادي يكون هو 48 ناقص 36 تساوي 12. إذا عدد الغائبين هو 12. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية في هذا الدرس في المسائل. إذن التمرين الرابع، قطعة أرض ممثلة على تصميم بمستطيل بعده 28 سنتيمتر و 16 سنتيمتر، يعني هذا الطول وهذا العرض، بسلم 1 على 50.
إذا كان ثمن المتر المربع هو 3750 درهم فأحسب ثمن الحقل. إذا هنا عندنا جوج عمليات، هو أننا شنو خصنا نلقاو بعدا؟ الأبعاد الحقيقية. إذا الأبعاد الحقيقية ديال الحقل، هادشي راه شفناه في الدرس ديال السلم. إذا باش كنلقاو البعد الحقيقي شنو كنضربو؟ كنضربو الأبعاد في مقام السلم. إذا عندنا L هو الطول، غادي نضربوه في مقام السلم اللي هو 50، غادي يعطينا البعد الحقيقي يعني 28، غادي نضربوها في 50، وعاوتاني L صغيرة غادي نضربوها في 50 باش نلقاو البعد الحقيقي ديال الحقل. إذا 16 مضروبة في 50، إذا البعد الحقيقي ديال الطول هو 1400 درهم، 1400 متر. ثم عفوا سنتيمتر، هنا ثم 800 سنتيمتر هو البعد الحقيقي ديال العرض. غادي نحولو من المتر، علاش؟ باش نحسبو المساحة بالمتر. إذا شحال غتعطينا؟ غنحيدو جوج أصفار، إذا 14 متر، وهنايا غتعطينا 8 ديال الأمتار. دابا غنحسبو مساحة الحقل، مساحة الحقل. إذا مساحة الحقل غتكون 14 إس كتساوي 14 مضروبة في 8. إذا نديرو عملية حسابية، إذا 112 متر مربع. ولكن حنا دابا اش كنقلبوا؟ واش على مساحة الحقل؟ لا، على ثمن الحقل. إذا ثمن الحقل، إذا باش نلقاو ثمن الحقل عندنا كل متر مربع الثمن تاعو 3500، وحنا عندنا 112 متر مربع، إذا الثمن غادي يكون هو 112 مضروبة في 3750، وغادي نلقاو الثمن بالدرهم. 112 مضروبة في 3750، إذا الثمن هو 420 ألف درهم. نعم، إذا 420 ألف درهم. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. التمرين الخامس، في سنة 1971 احتفل العالم بمرور العالم. نعم، دابا شفت هذا يحسب لك يهضروا على العالم. إذا احتفل العالم بمرور 200 سنة على وفاة الموسيقار الشهير موزار عن سن يناهز 35 سنة. إذا لاحظ مزيان، احتفل العالم بمرور 200 سنة على وفاة، إذا هنايا غادي ناخذ واحد الورقة باش نفهم. إذا حنا أش من عام راه حنا؟ 1971. هادي هي 1900. احتفل العالم بمرور 200 سنة، يعني دازت 200 سنة، على ياش؟ على وفاة الموسيقار. إذا هنا سولونا على سنة وفاته. إذا دابا إلا رجعنا 200 سنة للور، شنو غنلقاو؟ السنة ديال الوفاة ديالو، لأن كل عام كيحتفلوا من نهار فات وهما كيحتفلوا، حتى احتفلوا 200 سنة. في 1971 احتفلوا 200 سنة بوفاة هذا الموسيقار. إذا دابا هنا شنو غنلقاو؟ غنلقاو سنة الوفاة. وإلا بغينا سنة الازدياد شنو غنرجعو للور ب 35 سنة. غنديرو هنا ناقص 200 سنة، هنا ناقص 35، وغنلقاو سنة الولادة الازدياد ديال الموسيقى. إذا داكشي علاش سولونا هنا على سنة الوفاة وسنة الولادة. إذا غنبداو بسنة الولادة، الوفاة، ثم من بعد سنة الولادة. إذا دابا سنة الوفاة غادي تكون 1971، نهار احتفلوا ب 200 سنة غنقصوا منها 200. 1971 ناقص 200 كتعطي 1771. إذا 1771 صافي. دابا باش نلقاو سنة الولادة غناخدو سنة الوفاة وغنقصوا منها 35 سنة. إذا 1771 غنقصوا منها 35 سنة، ناقص 35، إذا كتعطينا 1736. إذا هذه هي سنة الازدياد ديال وسنة الولادة ديال الموسيقى. إذا ننتقل إلى التمرين السادس والأخير. لاحظت مريم
أن والدها أعطى للجزار ورقة مالية من فئة 100 درهم وقطعة نقدية من فئة درهمين وأخرى من فئة نصف درهم، مع أن ثمن ما اشتراه من لحم لا يزيد عن 52.50 درهما. لماذا تصرف هكذا؟ إذن هو في الحقيقة علاش هو تصرف بهذه الطريقة؟ هذه هو غادي يشري اللحم 52.50 ديال 52.50، ولكن هو عطى الجزار 100 درهم وزادوا 2 دراهم ونص. علاش زادوا 2 دراهم ونص؟ هذا هو السؤال، لماذا تصرف هكذا؟ علاش؟ يلا عندك جواب؟ لا، لحقاش هنا باش يرد ليه الجزار 50 درهم خضراء. لان هنايا شنو عنده؟ لان 52.50 شنو هي؟ هي 50 درهم زائد 2 دراهم ونص. هو عطاه 100 درهم وزادوا 2 دراهم ونص باش ما يردلوش الصرف بزاف ولا صافي. اذا هذا هو علاش دونك تصرف هكذا، ليرد عليه الجزار ورقة نقدية من فئة 50 درهم. الجزار ورقة مالية من فئة 50 درهم. هادشي كنديرو في الحياة اليومية. 50 درهم، حتى مول الطاكسي كتجي تعطيه كيقول لك واش ما عندكش شي درهم. علاش؟ باش كيرد لك صرف مجموع. نعم، مالية من فئة 50 درهم. إذا السؤال الموالي، لو كان ثمن ما اشتراه 105.20 درهما ولم تكن لديه إلا ورقة مالية من فئتي 200 درهم وقطعا نقدية متنوعة، فكيف يمكن له أن يتصرف؟ إذا لو كان عنده، هو غادي يخلص 105.20 درهم، 105.20 درهم، وعنده الصرف، ولكن عنده 200 درهم زرقاء. إذا في هذه الحالة كيفاش غادي يتصرف؟ إذا غادي يعطيه، سيعطيه 200 درهم، سيعطي للجزار ورقة مالية من فئة 200 درهم ويزيده خمس قطع نقدية من فئة شحال؟ 5 دراهم. نعم، 5 دراهم وقطعة نقدية من فئة 20 سنتيم. قطعة نقدية من فئة 20 4 دريال من فئة 20 سنتيم. هذيك الصفر هي ان هي هذه في 0.20 درهم، هي 4 دريال كنقولوا 20 سنتيم، لان درهم هي 100 سنتيم. درهم هي 100 سنتيم، 4 دريال لان 5 ضرب 4 هي 5 د 20 سنتيم. اذا هذا هو الجواب على هذا السؤال. اذا هكذا نكون قد انهينا هذا الدرس في حل المسائل 4 من دروس الرياضيات كتاب المفيد السنة الخامسة ابتدائي. بقى لنا الدعم ديال الدرسين 47 و 48 لننهي هذا الكتاب.